بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلباء، السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نمد لكم لمحة عن برنامج الجيل الثاني لمادة الرياضيات للسنة الرابعة متوسط، أي سنة دراسية 2018-2019. يعني قبل ما نمد لكم الأهم محاور اللي تجي في البرنامج الرياضيات، يعني نعطيكم لمحة مختصرة عن هذا البرنامج الجديد، برنامج الجيل الثاني. برنامج الجيل الثاني يعتمد على ماذا؟ على المقاربة. على المقاربة، ماذا أو بماذا تهتم هذه المقاربة؟ هذه المقاربة تهتم أكثر بالجانب العملي والسلوكي، بالجانب العملي والسلوكي. هذه المقاربة تجعل التلميذ يقوم بالدور الأهم في بناء معارفه وكفاءاته، يعني التعلم. يعني ماذا؟ التعلم. المهم هو ماذا؟ هو ربط المعارف بوضعيات تمكن من التأثير على سلوك المتعلم، ليس داخل المدرسة فحسب بل خارجها أيضا. لذا فإن نقطة البدء في النشاط الرياضي، نقطة البدء في النشاط الرياضي ليست التعاريف. لا، ما نبداوش في النشاط الرياضي بالتعاريف، بل هي ماذا؟ هي المشكل المراد حله، هي المشكل المراد حله. يعني تختلف الطريقة عن طريقة الجيل الأول. هذه اللي راني نقول لكم فيها طريقة تاع الجيل الثاني، يعني المقاربة، حيث أن المنهاج الجديد يمنح ماذا؟ يمنح مكانة أساسية لحل المشكلات، باعتبار أن التلميذ يتدرب من خلالها تدريجيا على القيام بالنشاط الرياضي الفعلي، الذي يتمثل في ماذا؟ يتمثل في فهم مشكل، فهم مشكل. قلت من خلالها يتدرب التلميذ تدريجيا على القيام بالنشاط الرياضي الفعلي، والذي يتمثل في فهم المشكل. ومات تخمين نتيجة، تخمين نتيجة، ومن بعد التجريب على أمثلة، التجريب على أمثلة، ومن بعد بناء تبرير، بناء تبرير، ومن بعد تحرير حل، تحرير حل، ومن بعد تصديق نتائج، تصديق نتائج، وأخيرا التبادل حول الحل، التبادل حول الحل. وأخيرا في اللمحة المختصرة قبل ما ندخل نوريكم برنامج، كيف يكون التسيير في القسم أو تسيير القسم، تسيير القسم كيف راح يكون، يعني أو كيف يمكن تسير فترات نشاط وضعية، وضعية مشكل. عندنا الفترة الأولى هي فترة تقديم النشاط، فترة تقديم النشاط والتعليمات، والتعليمات
عندنا الفترة الثانية وهي فترة البحث، فترة البحث. الفترة الثالثة وهي فترة العرض والمناقشة، العرض والمناقشة. الفترة الرابعة وهي فترة الحوصلة، فترة الحوصلة. والفترة الأخيرة وهي فترة إعداد الاستثمار، إعداد الاستثمار. لنأتي الآن ونرى ما جاء في هذا البرنامج الجيل الجديد إن شاء الله. عندنا أولا الأنشطة العددية. الأنشطة العددية راح نتعرف على لهنا الميدان اللي هم من هنا الميدان، المحتويات المعرفية والحجم الزمني. الأنشطة العددية قلنا عندنا الأعداد الطبيعية والأعداد الناطقة، يعني راح نتعرف على القاسم لعدد طبيعي، تعيين مجموعة قواسم عدد طبيعي، القاسم المشترك الأكبر، التعرف على عددين أوليا فيما بينهما، كتابة كسر على شكل غير قابل للاختزال. وعندنا كذلك في الأنشطة العددية الحساب على الجذور. والحجم الساعي هو أو الحجم الزمني هو 80 ساعة، يعني كامل هذه في الأنشطة العددية البرنامج يكون موزع على 80 ساعة. عندك المحتويات المعرفية زوج برك، الأعداد الطبيعية والأعداد الناطقة، الحساب على الجذور. عفوا، كان في الأنشطة العددية ثاني الحساب الحرفي. هنا راح نتعرف على المتطابقات الشهيرة وتوظيفها في الحساب، يعني النشر والتحليل، نتعلم كيف النشر أو تحليل عبارات جبرية بسيطة. عندنا الدوال العددية وتنظيم المعطيات. في الدوال العددية وتنظيم المعطيات الزمن 30 ساعة. عندنا راح نشوف الدالة الخطية والدالة التآلفية، الدالة الخطية والدالة التآلفية. يعني هنا راح نتدرب على الدوال، يعني نتعرف عليها، تعيين الصور تعيين دالة خطية انطلاقا من عدد غير معدوم والصورة تاعه، وتمثيل دالة خطية بيانيا، كذلك قراءة التمثيل البياني للدالة الخطية، يعني حساب معامل الدالة الخطية انطلاقا من تمثيلها البياني، وهكذا. عندنا في الدوال كذلك التطبيقات التناسبية، يعني هنا راح نتعلم حل المشكلات اللي تدخل فيها النسبة المئوية أو المقادير المركبة، وهكذا. عندنا كذلك الإحصاء، راح نتعلم كيف نحسب التكرارات المجمعة والتواترات المجمعة، تعيين المتوسط، الوسيط، المدى، سلسلة إحصائية وترجمتها. وأخيرا عندنا الأنشطة الهندسية. فالأنشطة الهندسية هذه المجال الزمني عندنا 50 ساعة. عندنا راح نتعرف على خاصية طاليس، يعني حساب، يعني كيف استعمالها، معرفة نتعرفوا عليها وكيف نستعملها، حساب الأطوال، البراهين. عندنا كذلك حساب المثلثات في المثلث القائم، راح نتعلم بداية حساب المثلثات في المثلث القائم، وهكذا. يعني في حساب المثلثات راح نتعلم كيفية حساب، يعني معرفة استعمال العلاقة تانجنت إكس تساوي سينوس إكس على كوسينوس إكس، وكذلك نتعلم كيف العلاقة كوسينوس مربع إكس زائد سينوس مربع إكس تساوي واحد. وعندنا كذلك الأشعة والانسحاب، يعني تساوي شعاعين، علاقة شارل واستعمالها إلى آخره.
عندنا كذلك المعلم، مركبة شعاع في معلم، تمثيل شعاع بمعرفة مركبته وإلى آخره. في الأنشطة الهندسية عندنا كذلك الدوران، المضلعات والمنتظمة والزوايا، كذلك هذه داخلة في الأنشطة الهندسية. وأخيرا عندنا الهندسة في الفضاء، يعني راح نتعرف على الكرة والجلة، تمثيل الكرة، حساب مساحة الكرة وحجم الجلة إلى آخره. يعني في السنة الرابعة متوسط عندنا 3 محاور أو بما يسمونها الميادين. كنا شفنا باللي عندنا أنشطة عددية، الدوال وتنظيم المعطيات، والأنشطة الهندسية. هذو هما 3 ميادين اللي راحين بإذن الله تدرسوهم في السنة الرابعة متوسط. أعزائي الطلبة، إلى أن ألقاكم بإذن الله في فيديو آخر، متمني لكم كل النجاح والتوفيق في مشواركم الدراسي. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.